مبدئيا كده اقول لزمالك بعد انت ما
ظبط مواعيده وكده، مبدئيا كده يوم الحد هشتغل وون. فكتر خيرك لو انت قال وون الوون ده بالانجل ده سبيشال اورجن خلاص، يبقى كتر خيرك قوي هتسهل عليا عمليه انك انت الكيس تحل لها بسرعه، العمل اللي شغال فيها كله مرتبط بالنظري، انت معاه نظري تحس الرجال طلع عبط خلاص، يعني مفيش حاجات جديده، بس دي اعلمك ازاي تحل، اعلمك ازاي تظبط نفسك، هحطك الشراب هنا، مش عايزه من ضمن انت ممكن تكون واقفين قدام الشراب وبيذاكروا ومش عارف احنا مش بطلنا شخصي الجرحى تذاكروا هنا شكله عندك في الفراسه هيبقى الكتاب عليه او في الكتاب الكتابه كتابتين عليه، يعني مش محتاجين ان هي فقط البطاله اللي انتوا بتعملوها او اللي هي صغيره شايفاها عندنا سكين جرجر الكلام انا كنت بعمله اقول لهم لازم تنزلوا جرجر امتى؟ انا هبقى لك اما الجرجر كان بيبقى قدامهم تحت بقى لها 4 سنين لكن الحته دي اللي مش مظبط الكتاب قال لك ما تطلعوليش قدامهم تحت خلاص، يبقى انا بقى مش مطالبه مني ان انا اعرفك كل حته في الشغل، يعني اسلوب شغلك يختلف تماما وبالذات الشغل اللي بيكون تمام، فحته وقفه المكان دي بتبقى هي المقبوله خلاص. يلا ناخد ايه الادب نفس الشغل النهارده بقى ايه عشان نعمل جدول كده على طول من الليله. يلا اخو بقى كلام اخو كلام اولا اول 4 صفحات عندك نعتبرها ورق خلاص قرايه ومدردشه، التشكيله ايه؟ بتقول لك ايه اول 4 صفحات؟ بتقول لك يعني ايه كلمه دراج اديول؟ كلمه دراج اديول يعني سوء استخدام الدواء. بس يا اولاد بس يا اولاد وقفوا كلام بقى وقفوا كلام، انا في رمضان الاخير في عندي بقى كلمه لازم امشي عليه ما بحبش حد يقاطعني. دراج اديول يعني سوء استخدام الدواء، انا بستخدم الدواء not for therapeutic condition مش عشان العلاج، امال بستخدم الدواء ليه؟ بستخدم الدواء عشان يعمل لي يوفوريا، بستخدم الدواء عشان مش عارفه يعملي انيفيت نمون، المهم بستخدمه نوت فور ثيرابيوتيك. فدي اسمها دراج اديول استخدام الدواء. طب فاكتورز اديول اللي هو زي الكلة كيميكال ابيول، الكيميكال الكلة ده او اي سبستنس يعني لازم كيميكال الكلة دي بس عشان ابدا بيها كل انك انت تستخدمها ما تشمها يبقى انت اسأت استخدامها، انت عملت كده ليه؟ عشان انيفيت ماي عشان يعمل لي يوفوريا عشان يعني لي مزاجي، يبقى ده اسمه اساس استخدامك. طيب كلمه ادكشن بقى، ادكشن يعني ادمان، يعني ديبريشن يعني ايه؟ يعني كومبالسيف، كومبالسيف يعني حاجه غير اراديه غصب عني، كومبالسيف ديزاير تو تيك ذا دراج، في ديزاير غصب عني لازم اخد الدراج، دي اسمها ادمان متعلم. تمام؟ ايه الكاركترستك؟ عشان اقول لك الكاركتر بتاع الاثنين، قبل ما اقول الكاركتر بتاع الاثنين انا بقول الاربع صفحات كده باختصار عشان كده بقول لك قرايه لغايه ما هي تنزل وتشوف ابوها فين ان شاء الله. ايه الميكانيزم بتاع الاثنين قبل ما اقول الكاركتر؟ الميكانيزم بتاع الاثنين دايما ريسبتور ادابتيشن او سيلولار ادابتيشن، الريسبتور اتعودت على الضغط فاتادابتت على طول. فعشان كده عملت حاله الادمان اللي احنا لسه هنقول الكاركتر بتاعتها. طب ايه الميثود بتاع الادمان؟ بيعتبرها زي ميثود صلب. صلب عندنا كل حاجه تقول صح. طبعا انجكشن. اخد اقراص ادي اسمها انجكشن. اشم بقى اسمها ايه؟ سنيفنج. اشم كده بقى اسمها انهاليشن. اشم الحبو. يعني كل الانواع. فالميثود كلها موجوده. خلاص؟ طب الكورس اسباب الادمان، اسباب الادمان ده حسب درجه الشهاده يقول لك اصل مامته ميتت، اصل مش عارفه ايه، ديبرشن معظمها ديبرشن تمام؟ معظمها يعني سايكولوجيكال حاجات نفسيه قد كده. او ممكن يكون بنسميه ستريت ادكشن، ستريت ادكشن يعني انا صاحبي قابلني بقى حاجه جديده، تيجي نروشن، تيجي مش عارفه نعمل ايه، تيجي الكلام اللي هو الايه الجديد بتاع الشباب اللي احنا عايزين نغير ستايلنا، عايزين نرفع المود بتاعنا، عايزين نتمكن. او نمره 3 ثيرابيوتيك. ثيرابيوتيك ان انا كنت مش قصدي باخد مورفين عشان عندي بيت اتقلبت لادكشن تمام؟ او كونجنتال الام المدمنه وهي بريجننت، الام المدمنه ها بقت بريجننت، تنزل عيال صغننين مدمنين، بيبت مدمنين، انت خد بالك العيل ينزل يجعر عياط، عايز الحقن، عايز الحقن بتاعه، يبدا اول ما ياخد نوع من الحقن بتاعه. فدي اسمها ايه؟ زي انتروداكشن للادكشن كده. انا بقى هتكلم شويه بالكاركترز عشان تفهم
ان في صفات معينه عشان اقول عليك مدمن. الصفات المعينه او الكاركتر بتاعت الادكشن ايه بقى؟ اول حاجه يكون عندك زي ما قلنا كومبالسيف ديزاير او كريفنج فور ذا دراج. ايه اللي بيشحت الدواء؟ بيشحت الدواء ليه؟ عشان عندي فيزيكال ديبندنس. يعني ايه بقى فيزيكال ديبندنس؟ فيزيكال بتاعت الادكشن. فيزيكال ديبندنس يعني والله يا اولاد مش انا اللي معتمد على الدراج. امال يعني ايه؟ الفيزيكال معناها السيلز اند ذا تيشوز اوف يور بودي كانت ورك اكسبت باي ذا دراج. يعني انا اصحى الصبح النهارده مش عارفه اصور، عارفه اروح الكليه، ولا عارفه اشتغل، ولا عارفه ليه؟ لان الخلايا بتاعتي بتقول لي انت ما فطرتيش النهارده. تريد تقول الخلايا بتاعتي تقول لي انا ما خدتش النهارده الفطار بتاعي، انا كان معايا الساعه 10 اخد الامبوله، او كان معايا الساعه 10 اخد الرز، ما تقوليش يبقى هبهدلك. ما عشان كده احنا بنقول فيزيكال ديبندنس مش انت، ها؟ ده البيشنت. طب ايه دليلك ان السلب هتبهدلك؟ قال لك لو ما بطلتيش الخلايا هتعمل لك نمره ثلاثه، ويزدرور سيمبتومز، ويزدرور سيندروم، الاعراض الانسحابيه. الخلايا بتقول لك انت لو ما اكلتنيش الصبح الفطار بتاعي هجيب لك شويه الام، هجيب لك شويه كمبيوتر، هفضحك نص الناس وخليك تعمل طالب على نفسك، هعملها. يبقى عشان كده المدمن يجري لازم يجيب لها الفطار. طب الفطار ده هتكلفه ايه؟ اجيب من الاخر حق الامي عشان افطر وماله؟ بص قد ايه؟ انه يقتل امه عشان يفطر الخلايا بتاعت الاوبتيشن بتاعته. يبقى عشان كده لما نيجي نقول ان الادك بيرسون از واحد ما هواش از نوت اتيزن، صح. لما اجي اقول الضابط ده مش متعب، ده مريض، ده مريض لا حول له ولا قوه، لان في كومبارسيف ديزاين، في قوه. حتى ايام زمان يقول لك ايه؟ قوه مجهوله، قوه خفيه، قوه مش عارفه ايه. فاهم ايام زمان كانوا يقولوا مثلا على المجنون مثلا ده المبروك بتاع القريه، تمام؟ ده نازل عليه الملائكه، وده نازل عليه الأدب. كان دايما يقول لك ايه؟ الأدب ده لابسه جاني، ده لابسه شيطان، لان فعلا الادكشن ما هو الا فعلا شيطان فعلا، بس لا حول له ولا قوه، هو اللي بيحركه لدرجه انه بيقتل امه. لما جيت اقول اخر اهو لدرجه انها تبني بروستيتيوت عشان تجيب تقابل الخلايا، عشان كده بنقول ايه؟ السبب ايه؟ الوينجوبر سيندروم. طب نمره اربعه ان عنده سايكولوجيكال ديبندنس. سايكولوجيكال ديبندنس نفسيا انا بحترم السايكولوجيكال يا دكاتره، بس مش مضطر السايكولوجيكال. يعني ممكن يقلب معاه ديبرشن بقى ويقوم ينتحر بقى سايكولوجيكال، ها؟ ولكن الفيزيكال اخطر، تمام؟ طب نمره خمسه عشان اقول ان الدواء ادمان، ان الدواء ده للاسف بيعمل تولرنس. يعني ايه تولرنس؟ طبعا يعني الخليه اتعودت دايما على القرص، انك انت اتعودتي على فاكتور ادابتيشن للقرص، فاعمل ايه؟ انكريز ذا دوز، انكريز ذا دوز، انكريز ذا دوز، ويزاوم سيريس ايفكت. انا عايزه ازود ويزاوم سيريس ايفكت. هو السبب ايه؟ فاكتور ادابتيشن بقى، ان الفاكتور اتعودت على الدراسه، وكل ما انا بتطلب اكتر، كل ما انا بتطلب اكتر، يعني كل ما هتطلب اكتر خير. يا بمعنى لو انت معاك فلوس، يعني نفس زي الفنانين، في فنانين مؤمنين، هل هم كشكتك؟ هل هم مبهدلين؟ هل هم زي الفل؟ واحسن منك ومني. ليه؟ لان معاهم فلوس يجيبوا الدواء بانتظام، ودواء من مصدر الى حد ما مفيش ادلتريشن، مفيش غش فيه. بياخدوا مايكلين، بياكلوا كويس قوي، بيعملوا تشيك اب كل ست شهور، ويدخلوا مصحة، عشان كده انت ما تبقاش هتشتكي، هو مش هيشتكي. وقال لي هيشتكي. يوم ما يقعد عن التنسيق وما يجيبوش الفلوس. وما اعرفش يجيب الدراج، ما اعرفش يجيب الفيتامينز، ما اعرفش يعمل شعر الغرور والسيتنج والحاجات اللي بيعملوها. يوم كده يبان بقى المنجح والمريل ولبسه مش مظبوط، ها؟ فالادكشن هو مشكلته معانا ايه؟ ان احنا ما فيش مهنه عندنا تقدر تمشي معانا لوحده غير المهن المعينه. فعشان كده بص تلاقي المدمن على طول يلجا انه لسه يقتل اذني يعمل عشان يجي، فكده بيتدهور. اوكي؟ طيب كل دي اسمها كاركترز اوف اديكشن. فتبعنا اربع كده صفحات كقرايه كده فكره عامه عايزه تجيها لغايه ما هي تنزل. اوكي. ادخلي لي على المهم بقى، عندنا اهم درسين النهارده الالكول والمورفين. دلوقتي عليه معانا ثلاث عوامل، الالكول والمورفين. المورفين والهيروين والاوبيوم، لانه منتشر في مصر. الالكول مش عايزه اقدم عليه في بيت
كده الروح عارفه مين ومين ومين ده الروح صح فعلا الان كنت بقى معلوم عندي. طب عشان كده الاثنين نقدر نقول واحد محلي وواحد عالمي من احسن دي الباقي هنديك كجدول بقى عشان الخط الكبيره كلها في جدول. تعال ناخد الالكول ادكشن. احنا علينا ايه في الالكول ادكشن؟ علينا الكلينيكال بيكتشر وازاي تعالجها ريسنت الكلينيكال بيكتشر. طب هي كاتبه لكم حاجات ثانيه كاتبه لكم الانفستيجيشن هتقريها تاني؟ لا ما انا خدتها في الالكول قبل كده كان علمني في الانفستيجيشن في دراب كوميتر وفي فاكرين ضرر الزراير امشي على اللاين اشوفك هماشي يعني الانفستيجيشن بتاع الالكول اخدتيه في الانسانوات فمش هعيده تاني بقى. انا هنهتم بالكلينيكال بيكتشر والادكشن و التريتمنت اوف ادكشن الالكول ادكشن طبعا ممكن تجيبها في الامتحان ما تقولكش ادكشن كرونيك الكول انتوكسيكيشن كلمه كرونيك يعني ادكشن خلاص. انا ما بخافش طبعا من الاسئله الغريبه اللي هيطلع لك 5000 طالب يقعد يصعب بيهم احنا مش فاهمين يعني كرونيك قصدك ايه قصدك انا هنشوف طبعا ايه بس اعادتها للادكشن خلاص. تعالى بقى الكرونيك الفكره اللي احنا هنلاقيها عايز الميديكال بيكتشر للاثنين لازم يبقى فيه فيزيكال سيمبتومز ولو منعت يبقى لازم فيه ويثدرول سيمبتومز تمام؟ طب لازم يبقى فيه منتل النرفز دي فقط للالكهول يعني دي مش هتسمعيها بس للالكهول عشان كده عندها في الاكل يعني الحمر دول هتسمعيهم. طب تعالى نخلص الالكهول بعد كده كلهم هنشوف سكيمه واحده بقى. الميديكال واحد مؤمن على الالكول اكتبي عليه كي وورد احمر زائد اصفر هيبقى شكله احمر زائد اصفر. يعني ايه احمر؟ يعني عنده ايه؟ لو بصيتي على وشه درانكرد نوز عنده بابو سايلنتيشن فبيبقى عنده درانكرد نوز مناخيره حمراء. احمر ليه؟ عشان عنده ايتس كونجنكتيفايتس برونكايتس جاسترايتس الدنيا كلها التهابات عنده فيتامين ديفيشنسي تمام. ما هو عنده فيتامين ديفيشنسي ها ما بياكلش معظمهم بيبقوا انوركسيا. وعشان كمان حابه هقول اصفر ليه؟ عشان عنده فاتي ليفر الليفر متبهدل ما بيصنعش الفيتامين فاتي ليفر فاتي ديبوزيشن ان ذا ليفر يبقى ادي الاصفر اهو الاحمر اللي هو الالتهابات العنيفه كونجنكتيفايتس برونكايتس جاسترايتس عشان كده برضه انوركسيا ما بياكلش برضه عشان عنده جاسترايتس برضه تمام. طب الحاجات دي ليه؟ عشان دايما فيتامين اي ديفيشنسي هي اللي بتسبب الانفلاميشن اوف ميوكاس ميمبرين. ادي احمر زائد اصفر ادخلي لي على النرفس ده الله النرفس كانوا اثنين جيل واحده خدناها في هاد انجز ذاتي من انشايتس هيموراجيكا ذاتي من انشايتس هيموراجيكا فاكرين يعني ايه ذاتي من انشايتس هيموراجيكا هامريدج يعني هامريدج وما ذاتي من جيت يعني بيكمل ها بيكمل جيت يعني سبجورا كرونيك سبجورا هالرج كرونيك سبجورا هالرج يبقى ذاتي من جيت اخذناها في هاد انجل خلاص ما ذاتي من جيت في مراجعة اخذتكم بيها اللي كانت طبقات فوق بعض الانيميتد اخبطك النهارده تنزلي النهارده كمان شهر تنزلي كمان طبقات مراتي تنزلي ليه كتير الخطه جامده لا الخطه كويسه وبالراحه العفريت مش فينا العفريت ضرب بس بنعرفك اصل انت دايباتك اصل انت الكحولك ها ضرب بس ضعيفه خلاص فعشان كده بيبقى عنده باكي من جلسه هيموراجيكا لو انا عملت الكتاب فيري امبورتنت هي لا حتى تسمعني ما اعرفش انت بتعمل ايه باكي من جلسه هيموراجيكا عندي بيتا ماس عندي بريكلان يونايتد بريكلان يونايتد واوبتيك يونايتد بنروح هنا بقى انا علمت ان في 2 بالاي ميكس يونايتد حد فاكر 2 بالاي ارز نيم والكوهول 2 بالاي بيعملوا ميكس يونايتد ارز نيم والكوهول بس الارز ميكس مور سنتري اللي بنحسبه مور سنتري امال في ايه مور موتور ها مور موتور يعني شكل من شانل كونفرجن الشكل مصر ويكنس من ناحيه الايه انفكشن وحاجات بس احنا اتفقنا ميكس يونايتد اللي هي ايه؟ ارسنك اند الكول بس الارسنك اللي بنحط مور سنتري الكول مور موتور خلاص؟ طب النرفز خلاص ندخل على المنزل بقى ايه المنزل بقى؟ يبقى ده احمد زائد اصفر ده بي بلس بي فاضل لي بقى ايه المنزل المثل عندي اول حاجه اسمها ديستومينيا
جسومية يعني craving for alcohol. يعني السبيب العربي شرح كحولي إنسان شرح. يعني إيه شرح؟ يعني بص للألكول تصحى من نوكا البصة بتاعته حتى فيها إيه حيموت على كيل أو حيموت على البق بتاع الألكول قبل ما يكون من نوكا حتى أرسل بقى خلاص؟ أرسل بقى حين أو craving for alcohol. الدي الثانية اسمها الديمانشيا. يعني ايه الديمانشيا؟ عمال تيجي تقولي على راجل كبير هو خرب كده ليه؟ واحد 20 سنة 100 سنة هو بيخرب في الكلام. يعني ايه ديمانشيا؟ يعني decrease ال mental power بتاعه. decrease ال intelligence الذكاء قل. بقى بيجيله amnesia كبير.
ايه اللي وقف الدواء؟ ايه الويدرول سيندروم بتاعه؟ حاجه اسمها ديليريوم تريمنس. دي برضه ديليريوم تريمنس سمعتها فين يا دكاتره؟ سمعتها فين؟ حد شاطر كده قول لي سمعتها فين؟ كان ديفرنشال دايجنوزس مع حاجه زيه. مع الاتروبين. فاكرين؟ بتعرض انها تتفاجئ هي تقول لك انا هتكون بالصديقه. لا الخبر الصديقه جايه.
فأول حاجة الاعتراف اللي بيتنا موضع ليه؟ عشان هدخلوا المصحة Hospitalization دي مش هتيجي من الدكتور أصلا إيش عرفني من الجامعة اللي جنبي فيه عندي بوضي في الأمور حرفني من أنا دكتور حرفني لازم الحالة هما يجيبوني تمام؟ ولازم يدخلوا المصحة بمعنى إيه؟ في بعض من الكهاني يقولك أصلا حياة طريقتني ودير إيه لو في رئيس مش عارفة إيه وممكن الصحافة تعرف كل مراكز السموم اللي مركز الإدمان مراكز الإدمان ممنوع صحفي يدخل ممنوع ضابط يدخل يعني أنا مش مطلوبتش إن يجي لي مؤمن أبلغ عنه إذا كفانا المؤمن مريض ولسه مدخل أنا ممكن أبلغ عن التجار اللي بره أقول أنا عارف وفعلا الضباط بيرجع وكده إنهم يعرفوا يقول لك ممكن تشتري مين أوكي أقول له الأناس اللي مش تعمل كما ماليش دعوة هو مين لو عندي لأن هاي سكسي لازم مركز تبقى هاي سكسي يعني تقول لا لا ما تبغى تقول مش لا لا أنا مش خايف عليهم بس خايف على مركزي أنا المركز بتاعي أنا خايف أنا لو طاش منه خبر فالناس مش هتعرف يبقى أنا مش هكسب تمام فكنتي بتشوف بالمنطق بتاعك المنطق العام يبقى دي أول حاجة طب معلش ممكن أنت عايز إيه ممكن إن إحنا عندنا إمكانيات مادية عادي طبعا أي واحد بيجي لك بيبقى عنده إمكانيات مادية تعالي هنجيح في الفيلا اللي عندنا هذا جميلة مش عارفة أصل أنا إيه أقول إيه العلاج لازم يبقى ما ينفعش علاج إدمان في عيادة أو في مستشفى من غير جنينة ما تنفعش تمام لازم يبقى في جنينة ولازم يبقى في مكان ما فيهوش بولوشن تمام يتبعني أنا بس بحط الإنفايرمنت عشان في عملية تتبع الشفا العمر ده طب احنا عندنا تعالي وعائلتي شوكي هنفضيها في اوضه هنجيبك ممرضه ايه ده مش انت عايز ممرضه مش انت عايز ممرضه هي وات ايفر ما ينفعش انت تعرفي ان لازم تحطي في الشرايين ما ينفعش تعالي قدام اختك اولا لازم تنزعي من الانفايرمنت اللي هو فيه لان انت ما تعرفيش الانفايرمنت ده مجاز يكون ابوه اللي بيجيبه مجاز يكون اخوه اللي بيجيبه مجاز يكون السفراج اللي بيجيبه مجاز يكون البواب اللي بيجيبه فلازم تاخد الانفايرمنت نعم محبي بص ممكن اي حاجه غير كده كمان انا بنزعه بالانفايرمنت لان الانفايرمنت ده بيفكر بس انا عندي ميموري كده زي ايه جلسات كهربائيه اللي هي بتاعت كانت كده اقول من الكيلو فقط من الزمن انا عايزه كيلو فقط من الزمن دي في نفس الوقت انا عايزه انه يرجع يندمج مع الاخوات هيمر عليه مراحل وحشه وهو بيتعالج هيعترض على نفسه هيعيط هيمش انت تخيل مثلا هو بيعترض على نفسه اخوه الصغير شافه ما بعد ما يخاف يرجع يقول له ده انت اللي كنت بتعمل وانت اللي كنت بتتكلم اما فكرت بايامك وماضي انا مش عايزه كده انا عايزه يرجع قوي يرجع بص وبص ما حدش يطلع انه مريض انه مدمن انه منكوس ولا ابعد علينا لا ثالث حاجه ارغب الام اكثر واحده بحبتك هي الام ليه اول ما بتشوفه دخل في الدور في النوم زي ما على ابو الدكتور على ابو الزياد وعلى ابو على كل حاجات انا مش عارفه انا ايه اللي بتشتري منين بتشتري ايه ايه بترجع ما تيجي تشوف ابني كده بص لازم اشتري له هو طبعا اشتري له منين فالام ما بتساعدش بالعكس دي الدفن دي فعشان كده انت اسمي ما جيتش انا ده بالعكس لما بيدخل المصحه ها لما تسمعني هتجيله ما ينفعش تشوفه في اول العلاج اول ما تشوف على طول ابني كان كويس كان كويس بس كويس ايه؟ هو كويس النهارده لكن في ايام جايه صوت انت مش عارفاها الايام اللي هو مش هيلاقي فيها فلوس ده في بلوك شغال والله الام مش فكرت ابنها وخوف على ما ينفعها كده انا بعد هذا كله في مره الاب نجحت ابتدى تعلم الام السرقه بقت بتسرق له عيني عشان ايه؟ اي حاجه تشوفها تسرقها يعني هي هي بتاعت الفلوس انا واخد ان انا بدخل في بيوت الناس بس عشان ابني انا معيش فلوس فدي دي قالت له بقى هو ابني كنت عارف عنه الحكايه دي ما انت كان اسرع بالبيوت دي على طول خلاص طب يبقى دي اول حاجه الاهل ثاني حاجه ممرضه عليها الرول طبعا ممرضه عليها الرول جامد الرول جامد انها تعمل ايه؟ انها تاكله وتقعد جنبه ضايق بالمعدن زي منفذه علاج ولا بنت علاج لسه الا طبعا بس انا مش عارف انا اكل ولا اعرف
الكتب المجانة دي مجانها يعني لا الصعوبية من الخوف لا يعني أنا أصلا تبقى رحيمة تبقى حنينة وكذا ما قبل ما قال بطا مش هكتبه مرضة صغمونة بطا صغمونة لا هكتبه أمه تدخل بطا صغمونة ما حتى برضو إيه ده برضو خلي بقى مثل ديش لا ما احنا عايزين برضو نحط إيه الحاجات الاجتماعية بحطتها في مخ إنها هي برضو جعلتها من ده غني تركوا ماله أنا عايز عايزه مرار فبديه وبتخافي منهم كمان ان ايه الفكر الصغير ان المرضات دول احيانا بيشتغلوا عشان مش عشان مرضك هم عارفين اللي جوه ده تاني فلما مرضك بتتعب ان يجيبوا هو بياخد حاجه هو ممنوع عن الدواء طبعا فيجيبوا عشان ياخدوا منك فلوس عشان كده من الحاجات برضه تعليمات اول ما بيدخل بقول لاهله وماما معلش مش معاكم عايزه تبيع عند الحاجات دي مش انا محتاجه عشان اعرف هو عايز ايه عايز يجيب ايه ذهب انا عايز ذهب انا هي اي حاجه مش مش معانا حاجه غير مجرد الطلب فقط حاجات اللي هي الاحتياجات بتاعتنا فقط المره واحد احنا هنا راكب ماشي ولا مش ممكن كلام بتاع 10 مرات في اليوم فما عادش خلاص مركز فيها لكن ده يعني انت استمعت جاي ثاني يوم لقيتك في الساعه طب ما 10 مرات في اليوم هو مش عارف طبعا انا عادي هو مقابل ايه؟ مقابل بس طلب فاهم الصاحب جايبها منين؟ يقول لها عارفه بعد ذلك جبت الصاحب ال 100 جنيه هو مش عارف كمان يا ريتها يعني هو لابسها كده تمام؟ فطبعا دي بتدل على ان هم بيشتغلوا كده الفكر التطوري عشان كده برضو ايه بيفتشوا وهم داخلين جوه خلاص؟ طب تعالى بقى دكتور الامراض النفسيه لازم يدخل ريهابليتيشن لازم يعمل له تأهيل تأهيل يعني يحلله مشكلته هو بقى اقدر عليه يعرف يرد ويجيبك ويوديه كنت تعلم ليه طب وهي ايه مصر طبيعي ايه ما تتحرك مش فيه يعني هم عندهم بقى طريقه وعندهم طريقه لذيذه قوي فطبعا عشان كده ايه معظم السيكاتريست يقول لك ايه انا عايز الاوبن اير عاجبوني الاوبن اير ودايما ايه بيلجأوا هما لعلاج طريق اللي هو ايه الكومبايت ثيرابي اللي هو ايه انا اقعد معاكم احنا الثلاثه واحمد ونقعد شيل وكل واحد يحكي مشكلته عارفين المثل الايه اللي يشوف بتسيبه غير تكون عليه بنوته وشوف بنوته غير تكون عليه بنوته فانا اقعدك مع ناس يعني انت التارجت بتاعي النهارده انت المريضه بتاعتي النهارده اقعدك مع ناس مصريه وممكن اقول تلاقي ممكن اجيب ثمانيه ولا ثلاثه واقول له اقعد تمام اقعد معاه واحكي انه مصطفى مصيبه وجالك مرض مش عارفه ايه ده فهو ايه ده الحمد لله انا ما اعرفش ايه ده انا عندهم ضغط انا كنت رحله ايه يعني لما ايه يعني لما والدي مثلا توفى ايه يا اخي انا ارجع يبتدي هو ياخد دور هو الجايب بقى هو اللي بينصح هو اللي بينصحنا يا جماعه لا ما تزعلوش من الكلام ده فدي طبعا علاج من العلاج ان هو ايه بس طبعا فكر مثلا في شكوى عامه في مركز الادمان يقول لك ايه دخل عندك في الادمان كي جي 1 خرج عند الجامعه وماجستير وصار ادمان ليه؟ لان في بعض مراكز الادمان بيقعدوا اللي بياخد حشيش او اللي بياخد سكر بعد بياخد مكسه على مش عارفه ايه على ايه حتى تبص تلاقي ايه بيعلموا بعض يعني حتى بتوع الهيروين مثلا قالت ما تقعدهمش قوي مع بعض قعدي دايما يقعدوا يعني ما تقعديش بقى في ناس بتبقى داخله المراكز غصبا عنها فدي تخلي بالك منهم دول المفروض ليه؟ تخلي بالك منهم قوي ليه؟ يبتدي يصاحب عليكي فيقول لك يا فندم انا بشتري الحاجه ب 200 جنيه 200 يا نهار اسود ده عندك الطريق عم مش عارفه مين بيبيع ب 100 ده كان بيضحك عليك ايه والله طب يخرج على بقى ايه؟ المعلومات كلها فالبنت ده مش تكون كده ما عنديش مصدر سياسي معاه ممكن فانت برضه في الادمان بس هو طبعا دكتور فوزين بيبقى جايب بيضه وماما بكام اوضه صغيره لا هو المفروض كذا مبنى مراكز الادمان السليمه بس طبعا دكتور كده يقول لك خلي اتمنى ما عن بعض ونعمل لهم مثلا هم البريك بتاعهم زي ايه الحضانه والاولى ابتدائي وثانيه واعدادي دول ينزلوا بريك من 11 12 دول ينزلوا بريك من 9 1 ما يكملوش كده تعالى بقى في السلوك السموم هو واحده بقى بتعالجه ازاي؟ اولا كل الاولاد لو عملت فضل اسبوع مفيش خوف منهم ما عدا الحاجات اللي بتنيم الباربيتشوريت والبنزوديازيبين والمورفين الثلاثه اللي بينيموا ممنوع فضل اسبوع باربيتشوريت بنزوديازيبين مورفين باربيتشوريت بنزوديازيبين اللي هو الفاليوم دايزيبان والمورفين دول لازم يتجوزوا من الاسبوع لكن الباقيين الكوبين مش
أولا إيه ميكانيزم أكشن بيعمل إيه؟ الدايسانفيرال أو الأنتابيوت ده بيعمل حاجة اسمها أسيتالدهايد سيندروم. إيه الأسيتالدهايد سيندروم يا ولاد؟ الألفا طول عمره بيتكسر ليه؟ لو تفتكر أسيتالدهايد والأسيتالدهايد بيتكسر للأسيتيك أسيد. هو بيجي يمنع الخطوة دي. يعني بيزود في دمك الأسيتالدهايد عشان كده بنقول بيعمل أسيتالدهايد سيندروم بيزود في دمك الأسيتالدهايد. ففيها ايه من دوت في دمك الأسيتالدهايد؟ فيها من الأسيتالدهايد لما بتزيد في دمك قالت طبعا احنا بندي الأنتابيوت للأم نقول للأم ايه؟ وهو خارج لو انت شايفك خارج مع واد صاحبه كده مش مستريح لصاحبه ده حطيله في الشاي حطيله في أي حاجة أنتابيوت من غير ما يحس. الأنتابيوت ده هيعمله أسيتالدهايد سيندروم هيروح يشرب ألكو ومش قايلك تمام؟ هيبتدي يحصل ايه في وسط الناس؟ يحصل فلاشنج هو يتكسر يعني يحس من نفسه كل واحد يقول له انت مالك مظلمك كده ليه؟ مالك مظلمك كده ليه؟ يبتدي يعمل فوتنج في الباص عشان كده هو المصري يتكسر يقول لك لا انا مش هشرب في حته جماعيه مش هشرب حته بابا انا هحتفل في البيت ايه المنظر اللي انا فيه ده؟ حتى لو هو جوه بيجيله اكسترا سيستولو بالبيتيشن بيخاف على نفسه يعني يقول لك انا كنت هموت قبل ما خدت كاس القلب لان هو كان كنت حمول عنده كتير بالبيتيشن او ايه كانت الخارجه او اكسترا سيستولو فعشان كده هو هيبدا هو يكره يقول لك لا 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 انا من ساعه ما دخلت المدرسة لا انا من ساعه ما مش عارفه انا بيني كبير بين الالكول ده وحش لا لا هو يكره فانت كده بتكرهني طب انت قولي لي الدوز يبقى نمبر 3 دوز بعد مش هو ضاي يبقى ببتدي بضاي 2 جرام بعد كده اقلل لواحد ونص بعد كده لواحد بعد كده لنص فضل اقل النص لغايه ما اوصل نص جرام يعني من الاثنين اوصل نص جرام ده بيتكتب ومكتوب عندك وان مانث او كده لا ده ممكن لغايه 1 يير تقدر تستخدمه لمده سنه طول ما انت شاكك فيه يعني ممكن يستمر طويل يعني بس واجهنا نمبر دي بقى الديس ادفانتج بتاعته بعض الامهات اشتكوا قال لك ده بيكشفنا كل ما احطهوله يكشفني ليه راتن اج اودر عشان تحطيهوله لازم تحطيهوله في عصير مليان سكر كتير او شاي مليان سكر كتير فقال لك انا ابني بيشرب حاجه من غير سكر عشان كده كشفوني على طول راتن اج اودر وكمان وحش في ايه؟ بيسيسه يعني واحد مثلا كليات ولا شغل وكده طول النهار دراوزنس طب الدراوزنس دي حاجه وحشه انت عايز تاهليه انه يشتغل ويذاكر ويعمل الدراوزنس ده طول النهار نايم فعشان كده بدل الانتابيول في دواء دلوقتي احسن منه هي مش كاتبهولك بس عرضه للاوضه اللي فعلا اسمه تيمبوتيل. التيمبوتيل بيعمل نفس الحكايه بس مالوش ديس ادفانتج. التيمبوتيل احسن منه. دي نفس يعني لو قال لك الدايس ما عندناش ما بتحبوش وكده تيمبوتيل. كده خلصنا ايه القلب. راجل قلب يعني ريحه البيض المعفن الفاسد. راجل يعني فاسد. هيقعد معاه في الاوضه تمام شويه حضور من وراه تمام لا طبعا احنا عاوزين ايه الكلام على الاثنين برضه اللي هو ايه الناس اللي هم قلقانين انهم يرجعوا تاني ومعظمهم عشان قلق معظمهم دي كانت حته القلب طب ندخل على المورفين بقى او الهيروين دول اهم تفسير مورفين او الهيروين او الاوبيوم لا انا مش
وخلي بالك المايوس والكونستيبيشن مفيش تولرنس منهم.
constipation في اي جرعه مفيش طولنس من المايوسيس والكونستيبيشن. هنا دي الميديكال بتاعك. طب الويدرول بتاعي الويدرول ممكن تيجي كشورت نوت، تقول الويدرول سيندروم بتاع الالكول، الويدرول سيندروم بتاع المورفين. الويدرول هعمل لك سامبلز كده كانت معموله حته اندر السمك كانوا بقول لك عليه ده اسمه كولد ثيرابي. اول ما توقف المورفين دي الحاله ازاي يديك السقعان. انا دورت بقى كولد ها هايبرتنسيف ميدرياتيك تركي كيك اند داون سوان اند شوب. يعني الزيت اللي بيكوكي ده وبيصرخ طول النهار ده وسقعان. تعالي نترجم بقى الزيت السقعان ده ليه سموه زيت سقعان. الكولد عشان عنده ديكريس تمبريتشر. اول ما يوقف المورفين ويوقف الحاجات دي على فكره بتطلع له انت بتطلع له يا ولاد بعد 12 ساعه بتظهر له بعد 12 ساعه من توقف الدواء دايما بعد 12 ساعه. تمام؟ لان المورفين يعني اخذ مورفين النهارده قدامه 12 ساعه عشان تظهر له الجوه لو ما خدهاش تاني. توصل الجيت بعد يومين تبتدي تقل تاني. تبتدي تقل تاني مثلا بعد اسبوع على اليوم الثالث. يعني الجيت بتاعها والبهدله بعد يومين. يعني في ناس تقول لك معلش استحمل هنا استحمل ازاي؟ فسيبك من نظام الافلام وهي في الغسل وبالقرارة ومش بالقرارة. مفيش حد استحمل اليومين وممكن اليومين دول يموت. تمام؟ يعني لازم هنعرف العلاج بتاعه لازم يبقى فيه ترانكلايزر نصيحة عشان تنيمه معظم الوقت. تمام؟ يبقى دي بكريستال بيشر سموه بقى تركي ليه؟ عشان عامل زي الجوز سكين او جوز سكين جلد الوسطى عنده بايلو ايركشن سقعان جلده محبب. مش انا قلت لكم اما انت اشعر جسمك اشعر مش جلدك بيحبب فسموه قبل كده ايه؟ جوز سكين اللي هي جلد الوسطى. تمام؟ اي طائر لو مسحته تلاقيه جلده محبب. فانت ما بتقشعر يبقى جلدك عند اي طائر كده فبتكون كل تركي. تمام؟ عشان تقعد يعني. طيب هايبرتنسيف اصله انكريز بلاد بريشر وانكريز بولس. عنده مدرياتس ما انت طول عمره بيعمل مايوزس اول ما توقفه يعمل دايريتد بيوبل. عمل دايريتد بيوبل. كيك يعني ايه كيك؟ قاعد بيشلت هو غصب عنه عنده تراميد كونفاتمنت يزيد. هو مش بيشلت عشان ارقام منك ولا ارقام الكراسي ولا هو قاعد يشارك اللي بيجيله مصر كان مصر كان كبير حتى كان احيانا اقول لك كانه كيكينج ذا هابت كان بيقول والله انا عندي يوم السنه خليت ابقى مدمن هو غصب عنه بيجيله الكونفرمنت الكابت بيكسر في الحاجه اند داون طول ما هو قاعد بيتساوي مش عارفين ليه لغايه دلوقتي مش عارفين ان الكلام ده طول ما هو قاعد داون خلاص. كلمة سواك يعني ايه؟ انكريز اول سكريشن. كلمة سواك ها؟ نمرة ستة يعني increase all secretions. قولي أي secretions بتنصح lacrimation, sweating, diarrhea, urination بيحصل على نفسه كل secretions مش sweat بس. And shout. تفتكروا يعني إيه shout؟ واحد بيصرخ من الألم. يعني أنا بصرخ من الألم يعني إيه؟ ما هو أصل المفيد كان بيعمل pain relief. أنت ما حدش لأن المفيد becomes then إيه بقى بصي بيت؟ عنده headache. شفت فين؟ Abdominal pain, back pain, bone pain, joint pain, muscle pain. يعني دول كلهم بيجي. يعني دول كلهم بيجي. حتى لو انت عطاها عشان يوقف البين ده هي دي اللي بنسميها withdrawal syndrome. طب قولي لي الميكانيزم بقى. احنا قلنا الكلام ده بيحصل مش فاهمين الميكانيزم بيحصل ايه الميكانيزم اوف اوبيت ادكشن او ميكانيزم اوف مورفين او هيروين اي حاجه من الكلمه دي ما حدش يقول لك انا خدت هيروين دي كنت عارفه هيروين تقول لك انا خدت هيروين لا هو المورفين او هو الاوبيوم. تمام؟ طب زي ما يجي يسالك على البانجو ما تقولوش انا ما خدتش بانجو ما خدتش. تمام؟ بس هو بيغير الكلمات. احنا عندنا مشهورين قوي لو يسالوك على الهيروين فخلاص كده يقول لك احنا ما كانش عندنا هيروين. طب ايه الميكانيزم اوف ادكشن للمورفين بقى؟ قالك دلوقتي ربنا بيديك مخك اوبيت ريسبت. الاوبيت ريسبتور الحمد لله ربنا بيديك اندوجينس مورفين اسمها اندورفين اند انكافالين. يعني ربنا بيديك مورفين بيديك مورفين عشان تحاربي الاسترس بتاع الحياه وتحاربي انا لو ما كانش عندي اندورفين انكافالين انا لو اتخبطت
كنت قاعدة بره لو خرجت كنت قاعدة بره 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 كنت قاعدة بره
ايه الميثادون؟ الميثادون ده عبارة ما هو جرادل والزول، انا منعت منه المورفين ومنعت منه الحاجات دي، بس اديته ايه؟ اوبيت ادمنت، دي طبعا اوبيت برضه، وده اوبيت ولكن لس ادكتنج، ما يعملش ادكشن، والسهل ان انا اعمل له ويدرول، السهل ان انا اعمل له فاضل ويدرول اوقفه فجاه، يعني بيسالونا مفيش خوف منه، فانا بعمل جرادل ويدرول، انت كنت بتاخد مورفين طبعا خليك معلش شغال ويسالونا. الميثادون ها يقلل الويدرول سيندروم، ما يعملوش ويدرول. اوكي؟ لان هو اوبيت برضه. طبعا اوبيت ادمنت. اوكي؟ طيب. خلي بالك بيتاخد على مدار قد ايه؟ على مدار ثلاث اسابيع. يعني تفضلي تقلليه 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 بعد ثلاث اسابيع وقفل، ما تخافيش. مش هيعمل ويدرول سيندروم. عارف ايه الكلوميدين؟ الكلوميدين ده عبارة عن ايه؟ الفا 2 مش هو الميثرول سببه الانكريس سايكليك اي ام بي؟ ما ده كان بيعمل انكريس سايكليك اي ام بي. ما هو ده اللي بيعالج الميثرول فعلا بقى. فعشان كده الكلوميدين احيانا يتاخد مع الميثادون. يعني يقول لك ادي ميثادون في نفس الوقت الكلوميدين. يمنع الميثرول عشان الميثادون ممكن يكون ضعيف او كده. فاشتغلي بالكلوميدين وممكن الكلوميدين لوحده. يعني ممكن الكلوميدين اوكي. تمام؟ يبقى الكلوميدين ده بيقلل السايكل اللي بيمنع الميثرول اللي هيجيله. بيمنع اي ميثرول هيجيله. ولكن بيتاخد قد ايه؟ كل نص ساعة. كل نص ساعة. كل 30 دقيقة انضم يدي كلوميدين. بس جه خافوا من الهايبوتنشن بتاعه. قال لك احيانا بيعمل شوك. فقالوا لي طب ما في احسن منه حاجه اسمها لوفيك تيديل. يبقى في دواء اسمه لوفيك تيديل احسن من كلوريندين لانه ملوش سايد افكت. رغم انه اضعف منه، يعني هو ضعيف بس ملوش سايد افكت. فقالت بدل كلوريندين ممكن لوفيك تيديل. تعالي بقى النالتريكزون. فاكرين يا ولاد؟ النالتريكزون ده بيتاخد بقى لمده 3 شهور. حد فاكر النالتريكزون بنحبه ليه؟ يعني بعد ما يمشي من عندنا يقول لك استنى ناخد نالتريكزون ليه؟ هيكرهه في المورفين والهيروين ليه؟ النالتريكزون يضرب الكابا ريسبتور بتاعت السايكولوجيكال ايفكت، يعني يخليه ياخد مورفين بس ما يفرحش. يعني اللي بياخد مورفين مثلا بره من ورانا احنا مدين له حاجه تمنع اليوفوريا بتاعت المورفين، الكابا دي بتاعت السايكولوجيكال ايفكت. ها؟ لكن ما تعملش مالهاش دعوه بالايه؟ بالفيزيكال، يعني تضربوا السايكولوجيكال بس. لكن ما تعملوش فيزيكال ويزدرول. لو عملت فيزيكال ويزدرول الناس بتموتين، لكن تضربوا سايكوجينيك يبقى هي ليها دعوه بالكبر السابق مالهاش دعوه كان في عندكم ميو ريسبتور، ما تضربش ميو ريسبتور. اوكي؟ يبقى هو علاجه بالحاجات دي، ده وده وده، خلاص؟ ندخل بقى جدول عشان نخلص بقى كل الادكشن في جدول، هما دول اهم حاجتين زي ما اتفقنا. الباقيين بقى نعملهم هما برضه اللي احنا عاوزينها، كلينيكال فيتشر كلينيكال ويزدرول اهم حاجه. هنعمل جدول لمين بقى؟ فضل لنا عندنا الكوكين، عندنا الامفيتامين، عندنا الباركيتيورين والبنزودايزبين. انت يا ولاد لو عايزين تذاكروا حاجه دلوقتي تخلي الكحول والمورفين اونلي، واستنى احتمال الليله دي تشوفهم. يعني لو كان ايه انما ما معنى ان بالذات هي مش مديها لكم بالتفصيل وبالتريتمنت وبتعمل فيها نبذه 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 نبذه، انا هديك النبذات بتاعتها اللي هي السريعه. الكوكين والانفيتامين والبارتيتريت والبنزودايزبين. بص بقى الكريميكال بيكتر بتاعتهم كلهم ايه؟ نمبر 1 كلهم هتكون نفس الكلام. منتال مود مورال، حبيت تاني منتال مود مورال كلهم. هيتبقى لك دايما ايه اللي احنا هنركز فيها؟ الفيزيكال والويزدرول. هي دي اللي عايزاها تتعرف، الفيزيكال والويزدرول. يبقى كلهم هيتعاد نفس الكلام، بس في اثنين فيهم حاجة مخصصة. يبقى الكوكين. الكوكين عنده حاجة اسمها ماجنم ساين. ايه الماجنم ساين؟ انه بيحس عنده تكتايل هالوسينيشن. هلاوس حسية، بيتخيل كوكين.
في رملة فيفضل يخرج 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 لغايه ما يجيب ألسر أخرق في جسمه أخرق في جسمه. فدي اسمها المجنون سايك. الأمفيتامين هنكتب نفس الكلام بس عند الناس اللي اوعى تنسى البارانويا سكيزوفرينيا سكيزوفرينيا عنده البارانويا. يعني عنده ايه البارانويا؟ انه بيقول حاجات وبيتخيل نفسه حاجات انه ايه مغرور. يعني عنده غرور انه هو الانا عالي عنده. يعني حتى توفى كان يقول لك عايزه تتفرجي على حاله البارانويا سكيزوفرينيا في بنت امفيتامين. يعني دي سبب للبارانويا سكيزوفرينيا سؤال نفسه لما قال اكس الشباب اللي ياخد يبقى هنا عنده هايبرسوميا. دي الأساسية بتاعته هايبرسوميا. بصوا بقى في الفاتيكال لو قلنا للثلاثة لوس اوف ويت طبعا عشان انوركسيا صح الثلاثة ما بياكلوش. اي مصري ما بياكلوش حتى لو عايز ياكل يوقع الفلوس في الدواء الاول خلاص صح. وقفتي الباربيتوريت بالعكس يجيلك انسوميا ما تناميش خالص. طب وفيها ما مناش فيها اللي فيها convulsions وألم severe seizures and convulsions هي دي مشكلة خلاص. طب تعالى في الامفيتامين فاكر الكيورد بتاع الامفيتامين حد فاكر الامفيتامين يساوي ادرينالين. عندك increase catecholamine يعني increase ايه blood pressure pulse مش عارفه temperature عندك مدريد الحاجات دي بس ما يهمش. ما هو ده بيبقى اللي بيحصل عشان يخسوا وبرضه لوس اوف ويت اهو. اوكي وطول النهار صاحيه انسوميا برضه هنا في صحيان على العكس. هنا اول ما توقفي الامفيتامين الست يحصل لها ايه؟ اللي عايزه تخس وقاعده بتخس وما بتنامش وبتاثر على اهلها وكده طول النهار. بالعكس بقى نايمه هايبرسوميا وديبرشن. ما هو مشكله في الديبرشن جالها اكتئاب صح؟ العكس يعني بص هنا انسوميا هايبرسوميا هنا بص العكس عكس دول عكس بعض يعني واحد صحيان وواحد نوم. ما هو ما دام واحد بيصحي اول ما توقفيه نايم فده واحد بينيم او ما توقفيش يصحى. اوكي؟ طيب البيت مازيبين هو المعلم ما ماسك السوق احنا لسه ندرسه في الميديكال اللي هو فيه الناس بتستخدم الكالكيبان والحاجات دي. طبعا ما فيش بطل عشان تبقى فاهم ايه الدكتور بقى يعني ايه ده احنا نقول ايه الادمان من اول شمنه والادمان من اول سقنه والادمان من اول وهله والادمان من اول ده مش فاهم خالص الكلام ده بيخوف بس احنا بنقول ليه؟ بنقول ليه؟ ما ينفعش ما نعرفش الجينات دلوقتي دخلت الجين بتاعك في الموضوع ما نعرفش الجين بتاعك يحصل لك ايه ولا يكون في اوفر دوز ولا تعيد مني ولا عشان كده بنبقى انت خلاص. طب تعالى بقى الكوكين. الكوكين افتكر بقى دي مشهوره قوي ست وحشه خلقا وشكلا مشهوره قوي 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 الشكل زي ما احنا بنقول ست ليه؟ لان مشهوره بره قوي الستات شغالين على الكوكايين فدايما يذكر في الستات الستات وحشه شكل مين؟ تعالى بقى الفيزيكال. الفيزيكال واحده رفيعه قوي مش لسه قايله لوس اوف ويت. لوس اوف ويت كشفت يعني مريضه وحشه ليه؟ لانها صفرة بالو في دي بالو قبل الكوكين برضه كونستريكشن عشان كده بتكون وحشه في الشكل رفيعه قوي وصفرة قوي. وحشة في الشكل ليه؟ اسمعي بقى اصلها مخرمة كل جسمها. ليه مخرمة كل جسمها؟ جسمها كله فيه ايه؟ ألتر عندها ماجنم ماين اصلها مخرمة في ايديها
عالية جدا تاخد الكوكين انجكشن. فبص لها حروف ايديها وكل جسمها اصلا خرمت مناخيرها حتى في النوز مخرمت. ليه؟ تربوريت اتنين زل فكر دفرنشة داي نوز مين دي عم تربوريت اتنين زل فكر ثلاثة سين كرونيك اولتري كوكين روميان الثلاثة سين دول اللي بيعملوا تربوريت اتنين زل فكر. طب حد يقول الكوكين بيعمل بروفريت النزله بتاعته ليه؟ بعد الكونستريكشن لوكال انستيزيا مش حاسه بيه وعلى الكوكين ادابتيشن ماشيله تسلسله باوندر ولا ما كانش مكشوف برضه كان احسن لكن انا مكشوف تسلسله باوندر فما دام كان الحالات دي مشروفه الحرام طبعا حرام ما يتزرعش فكل الحاجات الحرام اللي عندنا في الدول دي كلها مشروشه خلاص مش هيجي يعني اقول لك حرام بقى انا ما قلتش الكحول حرام بقى انا ما قلتش الكوكين كل حاجات مشروشه طبعا طيب عشان كده بيقول وحش شكما خلقا عشان كده اجريسف حتى الويدرول سيندروم سيدير اجريسف اند فايلنت بيهيفير عشان كده بدل ما يقول لك الكوكين يعني كل الحاجات دي بنوقفها فجاه ما تخافيش منها يقول لك هي كانت اجريسف بس هو فعلا هتبقى ايه؟ ما اجريسف بصيت له مره كده وبتشتم وتقطع وكده مين اللي ما ينفعش تقفه فجأة راهي ساكت؟ الحاجات اللي اسمها الكوكين الفانكشوريت والبيرز حاجات اللي هي نوم 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 ها؟ فانكشوريت والبيرز نوم يتخرج منها طب اخر كلمتين بقى حاجه اسمها بنزوبين هتعرفوها ان شاء الله في الميديكال باسم كوجنتين افتكروا ده بالاسم ده كوجنتين كوجنتين او بنزوبين بيعالجوا بيه سمعتوا بيه بالبلازما كوجنتين او كاس الكوكين بيعالجوا بيه الباركنسونيزم علاج الباركنسونيزم يا جماعه هنعرفه في الملك ان شاء الله الرحمن تبص تلاقي في شباب رايحه تشتريه بس مجدوله الحاجات دي ان هي يقول لك اصل بابا اصل ماما مش عارف ايه لازم بروشيتا وما ينفعش برضه على فكره ما ينفعش ان انا ادي برضه شاب يجيب بابا ما هو في الواقع بيستخدم بابا بيستخدم انا قلت زي اصلا انا قلت مش شايفه ماشي بس ولا شكله اصلا بيعمل له يوفوريا الدواء ده بيعمل يوفوريا الفنتوبين ده اللي هو علاج البروكينسون افتكر بس ان ليه انتي كولينرجيك ايفكت ها وليه انتي انسمينيك ايفكت افتكر المعلومه دي بس مش عايزه اكتر من كده مش عايزه اكتر من كده حتى تريتمنت مش نديه للحاجات دي تريتمنت التفصيل هي مجرد ويزدرول الاهل والدايت والكلام اللي احنا قلناه الحاجة الأخيرة بقى الفولاتايل أبيوز فولاتايل سبستنس أبيوز زي الكولا والبنزين وكده العيال دي الفولاتايل أبيوز بتشوفوا العيال اللي هم عند محطات البنزين قاعدين تحت الكباري قاعدين هم أصحاب شوية هم بيستخدموا الكولا والحياة والبنزين بيشموه والحاجات والأبيتون دول افتكروا بيشتكوا من ثلاث حاجات أول حاجة النوز وتكملة الريسبيراتوري ثاني حاجة شكلهم not healthy على الإطلاق ثالث حاجة not sensitive على الإطلاق ايه الثلاث كلمات دول؟ نور معناها ايه؟ عندهم inflammation في كل respiratory tract من فوق من اول النور تبص كده من اول السكين بتاع النور حتى ده المقاعد ها؟ تلاقي ده المقاعد حوالين المنطقه كله ايتم respiratory tract inflammation بس ده بقول لك من نص البعض يعني انت بس نقطه عشان تعرف ان وضعها بيبقى باين على المسير في ناس تقول لك هو انت شمام ما المنظر مناخيرك كده يعني ساعه اللي يجي لك البرد ده بيبقى مصاب نوت هيلثي عشان ما بياكلوش لا عادي تاكل بس نوت هيلثي ممكن تلاقي معظمهم صف لان الكله بتعمل فون مارو ديبرشن والبنزين والحاجات دي انا عامله بحث بقى على بتوع البنزين يا عيني الوركر دول عندهم هو مرض بتاعش مشكلة عندهم طول لأنه هو مرض قاعد دوائل على سنة ساعة قاعد بيشن من الله وشاعد فالرياض كان ده هو مرض بتاعش عندهم بقى قولي أي حاجة في البلوك ده صح not sensitive دي بقى تاكل دايما الضغط الضغط لما بيجي يلمهم ويقفهم على العلم بتاع النحا العلم بتاع النحا تحس لأن دي بتاعنا تريد نيوان مهما ما يضرب عندهم تريد الفرق ريموف يعني يقول لك حاجه فعلا ريموف ويكنس والسنسيشن وبتاع تمام العيال دي بتموت
الشرطة أول ما جه وكيف اللي مش حاسس فقال لك الضابط ضرب أبوه ما ممكن يكون الجسم الصمام الكلى والحاجات دي سبب وفاتها دايما الاريزميا عندها سنسيتيشن اللي كانت كلها مين فالولاد دي وهي بتجري واوريدي شاميين تمام تريهم كبير اريزميا اوكي هي دي بس اللي يعني الثلاث حاجات اللي بتعمل ان سكيو ان الكلى بيعمل بون مارو بيعمل بيرسون يورايتس لو جابتها واحنا زي ما اتفقنا عايز تذاكر دلوقتي حاجه وتوفر وقتك الالكول والمورفين عشان ان شاء الله احنا طبعا من بكره كل حصه يعني ما ينفعش تحافظ ان المثل في اولاد المثل في الفوهه ولا لا اهم حاجه المثل هو كمان لازم اعمل فيها والميديكال انا بتوعي باذن واحد احلى ان انا اعمله ثلاث واربع وخميس ليه؟ عشان عايزه اريحكم بس قبل ما تكوني الحد فانا عامله كاجوال الثلاثه ان شاء الله احنا طبعا الاربع انا كنت هسالكم الاربع عندها واحده ونص عشان تقعد في ايه مسكين اه اي اسمع